خير؟ ازيك؟ على فكرة أنا بطلت أشتغل في الفساتين والحاجات العرة دي. مالك يا حبيبتي؟ ما تهدي عليا شوية، مالك متنشنة كده ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ أنا مش متنشنة بس مقريفة حبتين. اتكلي على الله بقى. والله كلنا مقريفين. إيه البجاحة دي؟ مرسي. إيه ده؟ خلي بالك في طبق تحت الترابيزة. أنت بجحة بجد. انتي بس جيتي على بالي فقلت اقعد معاكي شويه. فعلا؟ ليه؟ هنتصاحب على بعض ولا ايه؟ ما نتصاحب ليه؟ لا، ايه المشكله؟ اصل من ساعه ما فرح اتطلقت والبيت بقى كئيب، دراما قوي يعني. هي فرح ما قالتليش ان هي اتطلقت؟ وهتقولي مناسبه ايه؟ مناسبه انكم صحاب وكده. لا يا حبيبتي، لا صاحبتي ولا اعرفها. وامشي اطلعي بره يلا. واضح ان الطبق اللي تحت الترابيزه ده بينسيكي حاجات كتير قوي، ومش عارفه انت بتقولي ايه. على فكره انت قلت الادب، وانا عارفه كويس بقول ايه، بس انت اللي شكلك الفراغ قتلك. فراغ؟ ده انت قلب الفراغ يا شيخ، انت مش شايفه؟ ده الفراغ ده لو كان بيقتل انت كان زمانك ميته من زمان قوي. الفراغ ده يا هانم اللي بيخلي الناس تشغل دماغها ويربطوا السلوك مع بعض. طب يلا يا حبيبتي اتكلي على الله وروح ركبي البازل بتاعكوا في بيتكوا. يلا. يعني انت ما تعرفيش فرح؟ الله، قلت لك ما اعرفهاش. عارفه انا دلوقتي عرفت هشام ليه ما كانش بيطيقك، لانك لحوحه وعامله فيها ضابط مباحث ودمك يلطش. المباحث لسه اوانها ما جاش، ما تستعجليش. وبعدين بقى استني عليا هفضحك فضيحه، هتبقي توب ترند على الانترنت، حاجة كده انت اصلا ما تتخيليهاش، اكبر بكتير من الفضيحة اللي انا فضحتها لك. ايه؟ فضحتها لي؟ فضيحة ايه؟ انت بتقولي ايه؟ الفيديو بتاعك المقزز اللي انا شارته لك على الانترنت. يا نهار ابوك يا سويت. هو انت؟ انا؟ يا نهار ابوك يا سويت! انت اللي عملت كده؟ طب هقطعك من هتفينك هنا؟ هتفينك؟